وفي النظام الأول وهو نظام الـ iOS الخاص بأجهزة الآيفون، يوجد خدمة مهمة جدا في كل هواتف الآيفون وهي خدمة Find My iPhone. وفي هذه الخدمة بتتيح لحضرتك إن في حالة ضياع أو سرقة التليفون تقدر حضرتك إن أنت تدخل على حسابك من على أي جهاز كمبيوتر وتقوم بمسح كل الداتا والصور والمعلومات الموجودة على الحساب. ومش بس كده، حضرتك كمان تقدر تعرف مكان التليفون فين بالظبط، تكتب اي رسالة تظهر على شاشة التليفون، تقفل التليفون تماما وتخلي التليفون عبارة عن قطعة حديد، وبالتالي اللي سرق التليفون مش هيقدر ينتفع بهذا التليفون الا عن طريق قطع الغيار فقط. وبكده حضرتك بكون امنت الداتا او الصور او المعلومات الموجودة على الهاتف الايفون الخاص بيك، والسارق مش هيقدر ان هو يطلع على اي حاجة او يقدر ان هو ينشر اي صورة تخص حضرتك.